الفيديو ديال عادل الميلودي في 2018 ان شاء الله راه يكون عندي واحد جوج ديال الفيديو كليب، واحد على الوطن الحبيب وعلى الناس اللي كيتهجموا على الدين، والاخر كما قلت لك على الجاليه بالنسبه غير العيالات. ملي كتلقى عادل راه نمبر 1 دائما كندير المرحله الاولى في طوندونس، دائما العادل هو الاولى. علاش؟ حيت عادل كاين كيدير شي حاجه اللي هي ماشي ما يقدروش يديروها، لا ما كيعرفوش يديروها هاد الناس هادو اللي طالعين. وهاد هاد النقاد هاد اللي كيهضروا بزاف هادو ما كيقدروا يديروا حتى شي، كيعرفوا غير يهضروا، ماشي غير عليا انا، راه على اي واحد، اي واحد في العالم كيدير شي حاجه مزيان كلشي لا واش غادي اليوم هادك ما دير. وهذا هو السبب ديال النجاح ديال الميلودي كلشي ديال الله. حيد الميلودي، حيد الميلودي، هاد الاغنيه جات من تيران ديال الكاك، الناس ديال القنيطره الله يكبر بهم الله يخليهم لينا. كانت لعب الرجاء مع النادي القنيطري، الرجاء البيضاء، المهم ذاك الماتش كانت ربحات الرجاء. ومن تما من تيران خديت هذا الموضوع ديال وحيد الميلودي، انا كان الجمهور ديال القنيطره كان وحيد الميلودي وحيدة، عجبتني الفكره، جبت عليها هذوك الكلمات اللي زايدين زعما صافي درتها وعجبت الناس الحمد لله. اول مغربي كيدخل اليوتيوب حيد الميلودي، اول مغربي نتحدى شي واحد في المغرب دخل اليوتيوب من غير عادل بوحيد الميلودي بشريك داك الحبار حاشاكم كلشي ديال الله. هذاك تما بان عادل الميلودي والحمد لله، من تما وانا غادي كطريم يلا دوزنا 3 شهور ديال الحبس. راك عارف الوقت لان 1990 كنا دابزنا مع واحد يعني بو هو العامي، واحد الدري بو هو العامي ديال الخميسات، فهمتي؟ و انتي راه كيما كتعرفي داك 1990 داك الساعه كان بوك صاحبي خدامه، يعني بوك صاحبي راه ود عامي، راه نورمال تضرب ود عامي غتمشي نورمال عادي، ماشي بحال دابا. دابا الحمد لله كلشي يقول لي بغا كلشي ديال الله، دابا عندنا داكشي ديال الله الحمد لله. المرأة تحكم في الدار، تحكم فينا المرأة هي اللي شوف حاليا، المرأة اللي كتحكم تحدى شي واحد العالم يقول لك انا كنحكم. راه انا شوف حكمت المرأة 12 عام، ما عمرني ما درت حتى خبزة من دخلت للدار، خبزة ما عنديش مقادة، عطيت المرأة كتحكم شحال 12 عام، هي حكمت 4 سنين الحمد لله، دارت كل شيء، دارت لي الديور، دارت لي الفيرم، دارت لي الفيلا، دارت احسن حاجة هي المرأة خصها تحكم الدار. الراجل عاكي بغي يخربق يقول لك انا كنحكم، ما خصوش يحكم اصلا، هذه كنقولها لهم ما يسمعوا مني انا نيشان فهمتيني، لان الراجل باش يحكم الدار يحكم المراه، وكما يحكمش داكشي اللي خصو يكون في الدار، المصاريف ديال الدار داكشي كلشي خص المراه. فالجو راه هذه المراه الثانيه ماشي الاولى، هذه المراه هذه المراه الثانيه، كانت الاولى ما جاتش معايا صافي طلقتها ما عنديش مشكل، المرة الثانية راه جات معايا ما يمكنش لي نطلق، جات معايا زعما راه غادا معايا خطوة خطوة، بحال إلا حافظة لي الدماغ ديالي، المرة ملي كتكون حافظة الدماغ ديالك راه ما تخممش. وعادي راه أي واحد كيخون، شكون هذا اللي ما كيخونش الزوجة ديالي؟ يبقى يكذبوا لك عباد الله، عادي يكذب لك شي واحد، راه نتحدى شي واحد في العالم قال لك أنا راه ما خليت الزوجة ديالي ما درت لها والو. انا داك الشيء ولكن دابا الحمد لله داك الساعه كنا باقي عقلنا صغار وكنا باقيين جون وباقيين يعني باقي فينا شويه ديال الروح. ما دابا الحمد لله درنا الوليدات تثبتنا صافي، راه ماش داك الشيء اللي غيبقى غير تخربيق. دابا صافي تبدا دابا شحال هادي ماشي من 2010 اقسم بالله ما كاينش شي حاجه من 2010، دابا 8 سنين دابا كنموت على احسن جوزه في العالم، شنو نقول لها اكثر منك، راه قلنا لها كلشي عطيناها كلشي اش بغات. دنيا باطمة فنانة خطيرة، فنانة عندها مؤهلات كبيرة، كتعيش بتلقائية، كتعيش حياة ديالها. بالعكس أنا ابتسامتي كتهضر ماشي عندي ما عداوة ولا شي حاجة، أنا كنهضر غير فري، عارف إني عادل كيهضر نيشان. الزينة راه كاينة، ابتسام زوينة، دار يوم أدبة والله يعمر لها الدار. أنا فين ما كنهضر غير على الغنى، ما كنهضرش على شي حاجة، لأن ابتسامتي كتهضر ما عمرها ما وصلتني بشي حاجة خايبة. بالعكس ديك السيده الله عمر لها الدار بخير وعلى خير، الله يخليها لوالديها ويخليها للعالم تاعي، فهمتي؟ ماشي بعض الفنانين نورمال، راه هنا فيطلع لي الدم، انا وطلع لي الدم وسميتو ايمن السرقاني، راه انا داك السيد مغني زوين
عنده صوت، عنده مؤهلات، عنده كل شيء، ولكن ما عندوش كلام ديالو باش يخلي الناس ديال لي زالجيريان يهضروا عليه. راه هو اللي عطاهم فرصه باش يهضروا عليه، وهما ديالو السيل ديالهم نجحوا به، الواي واي ديالهم نجحوا به، خدمه خدمه خدمه. وشنو هو؟ هو ركب على الموجه، ركب على الموجه، دار بوم. علاش دار بوم؟ لان حنا المغاربه بنادم المغرب ردوه واعرك، ردوه واعر في دقيقه، ردوه احسن واحد العالم نورمال. ولكن ملي كنبغيو نهبطوا راه في ساعه ديال المكانه ما يعقلش على راسو كيفاش هبط. انا الا كنهضر مع بحالك انا ماشي يقول عادي ما حمنيش، لا بالعكس، انا كنعزك كنموت عليك، ولكن دير شي حاجه ديالك باش العالم يحبك، ماشي غير عادي، العالم يبغيك، يدير ديالو. كاينه ولا ما كايناش؟ وماشي هو ومسكين ما داير والو، دايره ملمعها، الملمعها خصو يدبر على راسو، خصو يدخر راه جايبو بشوف شي سته ولا تبديل البنيه باش يجيبو هو، يعني خصو يدخل 9000 درهم ولا 6000 درهم. راه بالنسبه للطابله 6000 و 9000 راه ماشي شي حاجه، راه 6000 ولا 9000 درهم شحال غيدير، شحال غتكون وغيكون زعما غيدير البلان، راه ما يمكنش. حنا نديرو عنده 10 طوابل، عنده 10 مليون، عنده 20 طابله، عنده 20، هذه الا كان غيدير البلان، فهمتيني؟ هو يدير 9000 درهم 6000 درهم في اي بي ولا ما عرفتش شنو هو. اذا هادشي كلشي باش الارباح كلها كتمشي على المول المحل، ما هو مسكين يجيب الخدمه ديالو قدو قدو تعطيه قدو قدو، ربحتي شغلك خسرتي شغلك. هذا عطي مرافات المراه الوحيده المغربيه اللي يعني ملي كتشوفها في شي مجله كتلقى مغربيه حقيقيه بالتكشيطه بداكشي، يعني هزه بالمرأة المغربية لطيفة رعفت. الشاب خالد راه ملي كبر ملي ولا الهدف ولا منافق، ولا اكبر منافق هو داك الشاب خالد، اقسم بالله. حيوان ملي كبر ملي كان شحال هادي، ملي كان شحال هادي كان مزيان السيد غادا، وكيعتار بالمغاربة وكيعتار بكل شيء، وانا ولكن دابا مؤخرا ما بقى ولا انسان اكبر منافق بالعالم. غنقولها لفوت، داك النهار عاير سعد المجرد ما دار لي حتى شي حاجة السيد، لا كان فهمتي بقى يعطيه، انا طلع لي الدم رديت على لقيت العير سعد المجرد، رديت عليه في البلاصة نيشان. هادشي اللي كاين، يعني شنو فيها إلا غنيتي؟ راه يحصل لك الشرف على الشاب خالد باش تغني على سيدك محمد السادس، راه يحصل لك الشرف، هذا نورمال. الله يعمرها دار مسكينه حاجه الحمداويه، شكون عبد الحمداويه راه باقي لا جرب ضيمره مع الناس مسكينه، ويلا داكشي ديال الله المره. ومسكينه الحاجه الحمداويه غير هي فهمتيني، وبقات فيا كان من المنبر كنقول لها البركه في راسك من جهه وليدك، هذا هو الواقع. غير هي خصت يعني اش نقول لك، تبعدنا حتى صافي، راه الله يجعل البركه، راه خصها تتوب نورمال، بارك الله يجعل البركه الحاجه، الله يجعل البركه. مايا شوف، مايا انسانه راقصه، انا ما عندي ما نقول عليها، وانما ما غنعيرها، ما غنسبها، ما غنقول لها حتى شي حاجه. داك السيده انسانه بحالها بحال اي راقصه، كت 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 كتخدم المهنه ديالها، هي راقصه، ما عندها من غير راقصه ما عندها ما دير، ما عندها حتى شي حاجه، ما كتعرف تخدم في البني، ما كتعرف تخدم في الزرع، ما تقدر تخدم في الربيع، ما راه كتخدم راقصه، راه هي انسانه كتدبر على راسها براقصه فقط. لازم المولين واحد الانسان، انا ظلمته هذاك السيد، انا ظلمته اقسم بالله. هذاك السيد انا كنت كنعايرو وكنسبو، كاين باش تلاقيت معاه لقيتو راجل اونس، هذاك السيد عثمان المولين، لان هذاك اللام اللي كيقول عثمان المولين الناس اللي كيتصنتوا ليه هما باغين داك الشيء اصلا، علاش كيجيبوه؟ باغين يسمعوا يا المعفر تعفر الشويه، والاخرين كيعجبهم الحال فهمتيني، وكتلقى ذوك المهمات اللي كنهضروا عليهم، وحده كتشطح حدا ناشطه حدا عاجبه الحال وكلشي فرحان. سينا ذاك سينا اللي قالت لهم انا ذاك مراكشيه، هذيك مسكينه غير حمقه، هذيك غير حمقه ما تديش عليها صافي، هذيك ما تقول، هذيك غير حمقه وصافي، راه هي غاده في الله وصافي. الشيخ رضوان هذاك شوف، اول مره كنشوف داعيه الله يعمر لي الدار، كنشوف داعيه حقيقي، هذاك رضوان عبد السلام، ذاك الدري التطواني، هذاك السيد الله يحجبه، الله يكبر به، الله يعمرها دار، عزيز عليا انا وكيعجبني، يعني اللي في قلبه في لسانه انسان مهور، الله يعمر ليه الدار. على مال شنو يعرف ميا خليفه، يعرف الميلودي، يعرف شيخة صونامي، يعرف كل شيء،
على على شو الدين راه دين 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 اليسر ماشي دين العسر. الدين راه الدين ديال راه اسلام عندنا زوين حنا عندنا والله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بزاف ديال الحوايج كيسهلها كينوض اخواني ما فهم حتى حاجه كيعقدها بزاف ديال الحوايج كيحرموا وما ما فهمتي ولكن هو اللي كنقول لك هو مزيان هو مسكين كيوصل داك الشيء بطريقه عفويه وطريقه ديال الضحك سلبيه هذا الشيء اللي كاين. الدومة خرج غيخرج على الدولة غيخرج على العالم الدومة على الأقل يحترم دوك طنجاوة يحترم عيا راسو بعد هذاك إنسان ما بغيتها الدومة راستيموما فهمتي على هذاك راه مصيبة هذاك الدومة يعني إنسان خاصو ما يبقاش يخرج الله يحترم شوية دوك الناس ديال طنجة طنجة ورا الله عمرها دار شوف لا بليبار ديال الناس ديال طنجة كاين خاي أحمد خاي محمد خاي أحمد خاي كاين أحمد محمد الأسماء ديال النبي صلى الله عليه وسلم هذاك الدومة أش من علاقة عنده يخرج على طنجة ويبهدلهم ديك الهضرة ديالو انسان ما فهمش انا انسان خصو يسكت خصو يتسر ما وعاد كيخرج وفاض المهم ساكن هذوك باقي صغار هذاك تزوجوا باقي صغار وغيندموا ملي غيكبروا هذا الشيء اللي كاين هذا المشكل ديالهم هم ملي غيكبروا شويه غي لان داك البوز هكا كنزلوا عليهم هكا حتى هما داروا البوز صغار نزلوا عليهم وديرهم كيشربوا وداروا لهم الشراب وداروا ما نعرف ومساكن مديرين ودك جوج صغار عادي داك معاونين وعباد الانصاب على العالم في الاخر قال كل غادي يدير هو وفي الاخر ملي ولا دير في اليوتيوب ولا دير على التبهديل دير على التبهديل هادي مشات مع الاستاذ ديالها والاخرى مشى مع المعلم ديالو وشي حاجه اللي زعما الله يستر وصل الله يستر البلاد مشات عمو كلشي ديال الله زيد جوج ديال المستمعين عند ماريو جوج كما فراسك انت راه 50 واحد مع عندك الماريو راه طلقوا الا كانوا جوج راه 50 واحد ما بقى فيهم حتى شي واحد دوك طلقوا وخرج على العائلات وخرج على العالم الثالث اش غنقول فيهم الروسيه راه بحال الدجاج الرومي بحال الدجاج البيض اما احسن الدجاج البلدي ولا الدجاج الرومي الدجاج البلدي ديما الدجاج البلدي يدوم طويلا وكيصبر وكيصبن ويجفف وما الروسيه الدجاج البلدي راه عنده راه كابر عبد الله 48 ساعه مات ماشي شي عادي غير هما المغاربه هاد الشباب راه انا على يقين راه ما كيهضروش من نيتهم غير كيضحكوا كيقول كنمشي روسيا نجيبها روسيه راه كيضحك راه غير هضره ديال ما هو راه بحال المغربي يطلع لا لقاهم وخا يتسال عليهم ما نعرف المغرب دائما قالك شوف اللهم مغربيه بسحورها ولا روسيه اللي جايبوها كلشي ديال الله هاد المرة كبر منه 100% غيتزوج بها على اساس ان عند الاموال غياخذها ما عندهاش الاموال راه ما عنده ما يدير بها هذه وحده اما القضيه انه يتزوج مرة كبر منه على اساس انه كيحبها راه ما يمكنش لا يمكن ابدا قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم